are you? Where are you from? I'm Adam Joe Domingo. I'm from Sierra Leone. And I've been living in Egypt since 1984. الحاجة اللي بستغربها الناس كلها بتكلمني انجليزي. يا نهار ابيض يا ادم، انت انا مش مقتنع ان انت من بلد غير مصر. لا لا لا، من سيراليون بس عايش في مصر بقالي كتير. طب احكي لي بقى، انت عشت في مصر امتى؟ ايه علاقتك بسيراليون اصلا دلوقتي؟ انا والدي من سيراليون، انا اصلا اتولدت في الكويت وجيت في مصر وانا عندي 4 سنين، وقعدت حياتي كلها في مصر، المدرسه والجامعه، وبعدين سافرت بعد الجامعه اشتغلت بره شويه ورجعت، وبعدين سافرت تاني ورجعت، وقعدت في مصر من 2009. دراستك ايه يا ادم؟ درست لغات وترجمه. وبتشتغل حاليا في مجال ايه؟ انا مدير مشاريع في شركه اتصالات. شركه اتصالات طبعا. مش هنقول اعلان، مش هنقول طبعا شركه. طبعا يا ادم، طبعا انت بقيت مصري اصيل وعارف. طب ادم احكي لي على اللي انت قلته من شويه، ازاي ناس كتير بتفتكر ان انت مش مصري وبعد كده بقى؟ متهيألي عشان اللون، عشان الشكل، ففي ناس كتير بس ممكن. زي ما قلت لك يا ادم انا مقتنع ده ملامح مصريه جدا، يعني مش عايز اقول الكلام بتاع ميه النيل واللي يشرب وكده وبتاع يعني، بس ايه يعني في ملامح مصريه عظيمه. في ناس بتشوف ده، وفي ناس لا، في ناس اول ما بتشوفني ما بيجيش في دماغها ان انا ممكن اكون بتكلم عربي وهو بيبتدي يتكلم انجليزي، وممكن ارد عليه بالعربي بس هو بيرد بالانجليزي وهو مش فاهم. عايز يكلم نفسه على فكره انا بتكلم عربي، فتبقى الصدمه. وممكن تعمل مقلب يخليهم يكلموك انجليزي عادي. لا بعمل مقلب كتير جدا طبعا. بتسمع اللي هم بيقولوا مصري. انا اخر شغل رحت واشتغلت مدير، يعني قعدت ساعه في الانترفيو ما بتكلمش كلمه عربي، وفي اخر الانترفيو كلمته عربي الراجل اتخض يعني. وسامع بقى اللي هو ده سخيف قوي، ده مش هو بيعمل فينا كده ليه؟ لا عادي جدا. لا 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 عادي جدا، بس واخد الموضوع بتهريج يعني. طبعا الراجل تهريج وهو كمان كوميدي. ادم القاهره بتمثلك ايه صراحه؟ هي بيتي، انا من وانا صغير وانا متربي في القاهره يعني. اكتر حاجه يعني انا مثلا انا كشخص بحب القاهره جدا وشايف ان ما اقدرش اعيش في مدينه غير القاهره، وبحب ناس القاهره جدا، مصر طبعا بشكل عام. اكتر حاجه حتى بحب الزحمه، بحب الناس اللي فيها كل حاجه. انت بالنسبه لادم ايه اكتر ملامح كده للقاهره؟ اهلي واصحابي، يعني دول اكتر حاجه مخلياني مرتبط بالقاهره. سالتك سؤال تحت وعايزك تفهمه لي اكتر، انت بتتفاعل ازاي مع سيريلون البلد الام؟ يعني انا ما رحتش كتير، رحت وانا صغير، واخر مره رحت كان في 2014. البلد بعيده شويه طبعا، والطيران شاق جدا مرهق، فما بقدرش ان انا اروح كتير يعني، فكل كام سنه كده بحاول ان انا اروح، لان لسه طبعا ليا اهلي هناك يعني. بتحس ان انت مغترب هناك؟ يعني بحس ان انا رايح سياحه يعني. انا عامه بروح ليا طبعا اهلي وعيلتي وكل حاجه، بس ببقى رايح سياحه اسبوع اسبوعين وارجع. لما بترجع القاهره تاني بتحس بقى ان انت راجع بيتك خلاص من سيرة. طبعا. بالنسبه بقى للبرنامج اللي احنا بنتكلم فيه، فكره رمضان، الاجانب والعرب شايفين مصر ازاي او القاهره ازاي في رمضان؟ تمام. كده كان في الاول خالص كنا لازم نعرف الناس هو مين ادم، ان هو تمام كل الكلام ده كله، بخلفيه ادم، بعيش ادم في القاهره، كل التفاصيل دي كلها. بتشوف ايه رمضان في القاهره عامل ازاي؟ رمضان في القاهره مميز. انا قضيت رمضان في كذا بلد. لا رمضان في القاهره زي مميز. إيه؟ يعني ملامح كتير بتبتدي مثلا. لا كذا بلد زي ايه كنت موجود؟ كذا بلد قضيت رمضان في انجلترا وفي قطر. مختلف تماما عن القاهرة؟ طبعا اختلاف تام يعني في كل حاجة. ايه اكتر حاجة بتشدك في رمضان في القاهرة؟ في رمضان في مصر بيشدني اكتر حاجة النايت لايف. الناس بعد الفطار بتتجمع وبتنزل تقعد مع بعض، بيبقى في ايفنتس كتير بتتعمل في القاهرة لحد الفجر، الناس موجودة في الشارع، ده ما بتلاقيهوش في اي بلد تانية كتير يعني. ممكن يبقى موجود في قطر عشان برضو في عرب كتير ودوله عربيه، بس مش بالشكل بتاع مصر. انا قلت ان في صديق مجري ليا كان موجود في القاهره يعني سريعا يعني، فبيقول لي ايه، بيقول لي انا فهمت ان انتوا بتقولوا ان القاهره ما بتنامش وكذا، لان انا كنت بكلم مراتي في المجر وانا قاعد في القاهره، وكان جاي سياحه يعني وشغل في نفس الوقت، وبقول لها انا بشتري مكوى، فهي قالت له انت بتهزر وقفت وش سكه. فبقول له ليه؟ قال لي لان ده كان الساعه 3 بالليل. فهي ما اقتنعتش ان انا بشتري مكوى الساعه 3 بالليل. طيب ادم بالنسبه لفكره الناس اللي ممكن تتعامل، فكره ان رمضان اختلف عن زمان، انت خلاص بقالك كتير جدا في القاهره تمام وعشت حياتك كلها في القاهره، بتشوف ده ازاي؟ بتقارنه ازاي؟ والله واحنا صغيرين كنا بنقدر ان احنا بنجيب فوانيس وبننزل شقه، بالنسبه لنا الفانوس ده حاجه كبيره جدا، ان احنا لازم يبقى فيه فانوس وننزل نلعب بيه مع اصحابنا في الشارع. باختلاف الطبقات بقى، سواء غني او فقير، الفانوس ده كان حاجه مهمه. دلوقتي هو ملوش نفس القيمه بتاعت زمان يعني، ما تلاقيش الطفل مثلا عايز فانوس قبل رمضان. الموضوع ما بقاش زي الاول، فكره ارتباط الاطفال بفانوس رمضان. الشوارع، الزينه. الشوارع طبعا الزينه كانت اكتر كتير زمان، دلوقتي بحس الموضوع بقى كوميرشال اكتر. انت يعني عايش فين يا ادم او عايش فين في القاهره؟ كنت في مصر الجديده الاول وبعدين في المعادي. ما اقدرش اقول مصر الجديده والمعادي فيهم ملامح رمضان قوي، ولا يعتبروا مناطق اكتر شويه ما فيهمش ملامح رمضان قوي يعني؟ زي مش قوي البلد، مش زي المنيل، مش زي الهرم، مش زي المهندسين بالظبط، مش زي المناطق الشعبيه او مناطق ثانيه، بس لا يعني في طبعا حياه
في الاماكن دي في رمضان. والملامح دي اختفت شويه؟ قلت بشكل كبير جدا، في حاجات منها اختفت تماما وفي حاجات قلت جدا. يعني الناس يا ادم، مش بنتكلم دلوقتي خالص في خصوصيه ليهم، دي حاجه طبعا تخصهم، بس الناس اللي ممكن يكون هو مثلا مسلم مثلا بس بيشرب وياكل في نهار رمضان عادي، طبعا دي حريه شخصيه انا ما اقدرش ادخل فيها ولا انت، بس بتحب بتشوف ده مستحب ولا مش مستحب، ولا اللي هو ولا الموضوع بقى ظاهره شويه؟ هو الموضوع بقى ظاهره بقاله كام سنه فعلا. زي ما قلت دي حريه شخصيه، ما اقدرش ان انا اتدخل فيها، ما اقدرش ان انا احكم على حد، دي علاقه بينه وبين ربنا وما نقدرش ان احنا نتحكم فيها. بس هو فعلا الموضوع زاد، يعني تبتدي تفكر هو ليه الناس بتعمل كده، خصوصا مثلا ان مش واحد جعان او عطشان، هو ممكن واحد بيشرب قهوه مثلا او سجاير هو مش قادر وما بياكلش ولا بيشرب بقيه اليوم، فتبتدي تفكر هو ليه ممكن يعمل كده مجرد بس عشان انا بسالك ليه، لان حتى كتير قوي من الاجانب اللي احنا اتكلمنا معاهم في برنامج رمضان هم قالوا انا حتى لو انا مش مسلم ومش بصوم لازم احترم عادات البلد اللي انا فيها، يعني حتى لو دينا صنفناها ان هي عادات فلازم احترم العادات دي. ادم فهمني براحه كده ايه الفرق في رمضان في القاهره وفي سريلانكا؟ هو انا ما رحتش سريلانكا كتير، ما قضيتش رمضان هناك قبل كده، بس من كلامي مع القرايب وكده الدنيا هناك اهدى، يعني ما تلاقيش النايت لايف والخروجات والتلفزيون، مفيش الجو ده هناك، او الحياه هناك ابسط شويه. كمان الفرق بين المكانين ان سيراليون بلد كلها على بعضها 7 مليون في حين ان القاهره بس 20 مليون، فطبعا الاختلاف ده وانا اعتقد ان هي اكتر من 20 مليون اكيد. انا وانت متاكدين ان اللي في الموجود في الارقام خلينا نقول 20 دلوقتي، خلينا نقول 20. طيب بتشوف ان الحاجات اللي بتحصل في رمضان زي مثلا شنط رمضان، موائد الرحمن، شوف ان هو ملمح مهم جدا مش موجود في اي حد تاني؟ طبعا، يعني شنط رمضان، ملامح الزكاه اللي بتحصل، ومش بس كده، في حاجات بسيطه زي ان انت تبقى مثلا متاخر على الفطار وناس واقفه في الشارع بتفرق ميه وبتوزع بلح. ده انا بشوف ان هو اعظم حاجه بصراحه، ده ما بيحصلش كتير، عشان ساعات بعمل كده يعني بصراحه، بس يعني وما بيحصلش في اماكن كتير، انا ما شفتوش في اي مكان تاني بصراحه. وتلاقي ناس بتوزع على حسب طاقتها، يعني في منطقه ما ممكن تلاقي المنتجات اللي بتتوزع شويه غاليه شويه مش بالزبط. عارفه ايه، في منطقه ثانيه بتحس مش عارفه ايه، كل ده بيفرق جدا. واحسن حاجه في الكلام ده انت عارف ان اللي بيعمله مش مستني منك حاجه، هو واحد واقف في الشارع وبيعمل ده، مش واحد مثلا، حتى في ناس يعني بتعمل حاجات عشان تتباهى بيها مثلا، بس ده ما تقدر، يعني هو واحد بسيط جدا في الشارع بيوزع بلح وبيتحايل عليك بالظبط عشان تاخده. طب انت ادم من سيرالون، وكمان انت سافرت كذا دوله تانية، وانت اصلا قعدت في مصر فتره كبيره، مره تانية انا شايف انت مصري تماما، بتشوف ان ليه الشهر ده بيبقى المصريين بيتغيروا فيه كده؟ التحدي في رمضان نفسه ان الواحد يقدر ان هو يظبط نفسه، مش بس اكل وشرب بس، في حاجات تانية. بس العكس هو اللي بيحصل، الناس بتتخانق، الطرق دايما زحمه، الناس بتتنرفز على اقل حاجه، وبيبقى الحجه ان هو صايم، مع ان هو المفروض العكس تماما هو اللي يحصل. يعني دي من الحاجات السلبيه اللي في رمضان. يعني ايه افضل توقيت ادم بيحبه في رمضان؟ بعد الفطار على طول، لو عندي ممكن مشوار تنزل. لو عندي مشوار بنزل، يعني ببقى لابس افطر وانزل. ايه افضل مكان بتحبه في القاهره في رمضان؟ افضل منطقه مش شرط مكان معين. انا من صغري متربي في مصر الجايه، بحب مصر الجايه جدا، القهوة بتاعت الكربة، بحب مصر الجاية جدا. ايه اكتر احتفالات موجودة في سيالون مثلا انت ممكن تبقى عارفها، او مناسبات معينة زي كريسماس مثلا في اوروبا، او زي رمضان في القاهرة موجودة هناك مثلا بشكل اخر؟ هو من الحاجات اللي سيالون فيها نسبة مسلمين كبيرة، فصلاة العيد بتتعمل في الاستاد، فالاستاد بيبقى مليان، الناس كلها بتروح الاستاد. استاد كبير؟ استاد دولي، فالناس كلها بتروح تصلي العيد في الاستاد، فالمنظر ده فكره عظيمه يعني. والله ممكن تحصل في القاهره، ما اعتقدش انها بتحصل هنا. لا يعني في ساحات طبعا وبيبقى فيها ناس كتيره، بس لما يكون العدد كبير في الاستاد انت متخيل كل الناس بتحصل هناك بشكل سنوي على طول، في العيد الصغير والعيد الكبير الاثنين بالظبط. كم حد من سيرالون انت تعرفه هنا؟ الجاليه قد ايه؟ هل في جاليه اصلا من سيرالون ولا لا؟ بصراحه في طبعا ناس كتير بتدرس في الازهر، وفي ناس تدرس في جامعات كتير جدا. انا بصراحه مش مختلط قوي بالجاليه، بس ممكن اكون قابلت بره العيله حوالي 8 9 افراد يعني. وبيبقى ازاي بيحصل المشاركه بينهم؟ ازاي هل هم فعلا بيشاركوا مع بعض في حاجات ولا لا؟ طبعا في اتحاد طلبه سيراليوني في مصر، وبيعملوا مقابلات على طول، كنت بحضر المقابلات بتاعتهم ايام المدرسه. عشان انت عندك خبره مثلا في مصر وبتتكلم معاهم في حاجات مختلفه. بالظبط، كنت بحضر زمان ايام المدرسه، بس دلوقتي طبعا ما يعملش اختلاط بيهم بصراحه. ليه يا ادم وانت عندك اوبشن ان انت تعيش في بلد ثانيه، او انت فعلا سافرت، ليه رجعت ثاني القاهره وعايز تفضل تعيش في القاهره؟ ايه اللي بيشد بنت اللذينه دي، بتشد في ايه؟ هو انا والدي من سيراليون، بس انا والدتي يعني مصريه، انا جدتي مصريه وجدي سوداني، بس هم عايشين في مصر من زمان، فانا من ناحيه الوالده مرتبط باهلك. لكن انت اكيد العاصمه او القاهره عجباك فعايز تقعد فيها، ما انت ممكن تقعد في دوله ثانيه. يعني بيتي. ما فكرتش تهاجر؟ ما فكرتش واحد تاني؟ والله يعني بسافر وبرجع، وحتى لو هاجرت اكيد هرجع تاني يعني.
فرص العمل عاملة ازاي يا ادم في سيرون؟ مش بكلم اقتصاديا انت خبير بتكلم عليها، بس بالنسبة لسننا وللشباب بتشوف ان هو افضل هناك ولا افضل هنا على مستوى المعيشة؟ انا اسمع معرفش، مش متأكد، ممكن اكون بقول اي كلام، ان هي غالية شوية في المعيشة، فهمني كده. هي سيراليون غالية شوية لان مفيش صناعات هناك كتيرة جدا، خصوصا في الاغذية والمشروبات الحاجة كلها بتبقى مستوردة، فده بيرفع سعرها جامد جدا. يعني انا لما رحت اخر مره اتفاجئت بالاسعار، كنت فاكر انها بلد في افريقيا فهتبقى فقيره، خصوصا انا ماليش خبر قوي هناك، بس اكتشفت لا، البلد غاليه، الاكل والشرب هناك غالي. رمضان في القاهره بقى شويه تجاري؟ لا مش شويه، كتير. يعني زمان مثلا انا افتكر مثلا خالي او اصحابه لما كانوا ينزلوا بعد الفطار بيقعدوا على قهوه، دلوقتي الكافيهات في كل حته والخيام الرمضانيه بقت كتير. زمان كان في 3 قنوات في التلفزيون، الناس كلها كانت بتتفرج على نفس الحاجه، يعني هو مسلسل او اتنين، وما كانش فيه اعلانات كتير. دلوقتي كل قناه عليها 5-6 مسلسلات واعلانات كتيره جدا، فهو الموضوع فعلا بقى كوميرشال بزياده. ايه اكتر حاجه ادم، انا قلت التوقيت ان انت بتحب قوي توقيت بعد الفطار، لو عايز تنزل، لو عايز تخرج، لو عايز تتحرك تعرف تعمل ده. توقيت الحاجه اللي بيحب ادم يعملها في رمضان، يعني بتحب مثلا تتفرج على مسلسلات دراما في رمضان، ممكن تبقى حاجه بتحب تعملها في رمضان، بتحب انت تشوف صحاب قدام بتقابلهم، بتحب تلعب كوره في رمضان، ايه اكتر حاجه في القاهره معلقاك كده بتحب تتفرج تعملها؟ هو اكتر حاجه بصراحه لميتي مع اصحابي، يعني بحب جدا ان احنا كل اسبوع مثلا بنتلم عند حد من اصحابي، سواء بيعمل لنا عزومه او بنعمل ديش بارتي، دي اكتر حاجه انا بحبها في رمضان، يعني خصوصا بعد الفطار بقى خلاص بقى الواحد كل، ونقعد بقى ان احنا نتكلم مع بعض، وتبقى القعده حلوه بصراحه. وبتشوف يا ادم ان التقاليد والعادات المصريه ايه اكتر حاجه لازم ناكد ونحافظ عليها، وايه اكتر حاجه ممكن نقلل منها شويه؟ لو احنا نتكلم على رمضانهم ورمضانهم بالنسبه لك ورمضان، نقلل من الاكل. رمضان مش شهر اكل، الناس بتشتري اكل بكميات كبيره جدا، بنشتري كتير صح، وبنشتري كتير، يعني اكل كتير جدا، العزومات بقى فيها حاجات كتير مش كل الناس بتاكلها، فانا شايف ان ما بقولش الناس تبقى يعني تجيب حاجات قليله، بس تجيب على قدها او على قد العزومه اللي هي عاملاها، دي من الحاجات اللي محتاجين ان احنا نقللها. يعني الحاجات اللي احنا محتاجين نكترها خصوصا من بعد السوشيال ميديا، ان احنا نهني بعض برمضان، مش احسن حاجه لو رفعت سماعه التليفون وعيطت على حد، دلوقتي كله بقى بيبعت مسج واتساب عنا وبتبعت لكل بالظبط، يعني الموضوع بقى اللي هو حد بيعمل واجب، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم، ما بحسش ان هي شخصيه اصلا، لا خالص، غير انا ما بردش على الحاجات العامه دي، غير ان انا ارفع سماعه التليفون اتصل بحد اقول له رمضان كريم اعزمه مثلا او يلا نخرج، بتختلف تمام. فمحتاجين ان احنا نزود الريل لايف انتراكشن يعني اكتر من السوشيال ميديا. ايه الموقف اللي شفته يا ادم عمرك ما تنساه في رمضان؟ موقف انساني عمرك ما تنساه، يعني عدى عليك في القاهره وعلى طول بيجي لك فلاش باك في رمضان، موقف انساني، حد بيساعد حد، حد بيعمل حاجه، حد صديقك او صاحبك بيعمل حاجه في رمضان معينه، حاجه كده عمرها ما هو، يعني انت لو نزلت الشارع هتشوف ده كل يوم. بس ايه اللي الحاجه اللي في ادم، مش هسيبك لما تجاوب على السؤال ده، انا يعني متاكد ان كل حاجه في كل واحد في دماغه في موقف ما عمره ما نسيه. ممكن مثلا في العشر الاواخر الناس بتبقى معتكفه في الجوامع، ممكن حد يروح يجيب اكل الناس كلها اللي في الجامع، يعني ما تقعد تفكر فيها وليه ممكن حد يعمل كده، تاني هو مش مستني حاجه، هو مش مستني حاجه، هو عايز يعمل خير وحابب ان هو يعزم الناس. والحاجه اللي بتعجبني ان انت لما تنزل تصلي التراويح او اي صلاه في الجامع ما بتقدرش تقول ده غني او ده فقير، الناس كلها بتبقى يعني بيبقى في تقارب بين الناس، دي حاجه حلوه جدا طبعا. في شغلك يا ادم وفي مجالك ممكن تقابل ناس من جنسيات مختلفه، حتى جاي يعمل مشروع ويسافر، لما يجي شخص مثلا هيقعد ويصادف ان هو هيخبط في رمضان، تمام، بتقعد معاه تقول له ايه بقى؟ هو انا لو في حد هيجي زياره او كده بقول له تعالى وامشي قبل رمضان، وامشي قبل رمضان ليه؟ يعني دي بتبقى نصيحه، ممكن يبقى يعني طبعا هو لو قعد في رمضان هيتبسط، بس في ناس ما بتقدرش تستحمل، يعني بقى على حسب، يعني على حسب برضو اللي جاي بقول له مثلا تعالى في وقت معين، خصوصا ان احنا في رمضان الريتم بتاع الشغل بيبقى هادي قوي، فمش هنقدر ان احنا ننجز الشغل اللي احنا عايزينه بالشكل اللي هو منتظر، ان هو جاي يشتغل 9 ساعات او 10 ساعات واحنا في رمضان بنشتغل 6 ساعات بس. فلو هيجي في رمضان بقول له مثلا يعني احتراما للعادات والتقاليد، ممكن مثلا ما تاكلش وتشرب في الشارع مثلا قبل وانا المغرب. ساعات لما اقول لحد كده هو يعني ممكن يحترم ده، بس هو بيتفاجئ لو هو ما يعرفش اي حاجه عن الثقافه العربيه بشكل عام، يقول لك يعني ايه انا ما باكلش وافطر وبتاع قبل، يعني ما بعملش كده، يعني اعمل ده في بيتك بس ما تعملوش قدام الناس احتراما للناس يعني مش اكتر. لكن بتشوف ان في ناس مثلا جات رمضان وجربت رمضان، ناس تعرفهم مثلا عندك في الشغل او اول مره يجي مصر وشاف ان دي حاجه عظيمه جدا بتحصل في القاهره مختلف في رمضان، ايه اكتر التعليقات اللي جات لك حاجه شبه كده؟ اكتر التعليقات ان هو ليه الاكل كتير كده؟
يعني هو المفروض ان ده شهر الصيام وتهذيب للروح وبتاع، فما بيفهموش ازاي احنا طول النهار مش بناكل ونشرب وبعدين بنيجي فجأة ناكل كمية الاكل الكبيرة دي كلها لانها حتى مش صحية. فهم كانوا بيستغربوا جدا من الموضوع ده. الشق التاني يا ادم في جدك ووالد والدتك اللي هو سوداني، فلما مثلا كان بيقعد معاك او والدتك بتنقل الصوره. لا ما شفتوش. طب هي لما كانت بتنقل الصوره مثلا عن اللي بيحصل في السودان بتشوف ان هو قريب شويه من القاهره؟ تقريبا يعني برضو مش هقدر اتكلم في النقطه دي كتير، مش هقدر ان انا اقول حاجه معلش مع الناس مؤكده. بس برضو لمه العيله ولمه الاهل ساعه الفطار وفي السحور والتراويح، فتقريبا هي نفس الروح يعني. بالنسبه بقى ادم للاكل، فهمني كده ايه اكتر حاجه بتحبها في القاهره في رمضان في الاكل، وفهمني اكتر بقى الاكلات الشعبيه اللي موجوده في سيلون اكيد عارفها اكيد دوقتها لما بتروح. بالنسبه للاكل اللي بحبه في رمضان مكرونه بشاميل طبعا، محشي ورق عنب، السحور بقى فول بقى والطعميه والزبادي والكلام ده، طماطم كل حاجه جميل كده، حلويات طبعا بسبوسه بقى بالمكسرات ده موضوع تاني خالص، ملح الشام يا نهار ابيض. طب سيلون سيراليون الاكلات الشعبيه هناك هو بيعملوا حاجه كده هي بتبقى زي رز وبتبقى باميه، بيقعدوا يضربوا الباميه كتير قوي لحد ما تبقى ليكويد كده، بيحطوا عليها زيت نخيل. بيعملوها باميه زي ما احنا بنعملها صعيدي كده، بيضربوها خلاط كده. لا مش خلاط، هي يعني بالمعلقه كده يقعدوا يضربوا فيها طبعا فتره طويله، وبتتحط على الرز وبتحط عليها ميه جوز هند. رز وباميه وميه جوز هند. وميه جوز هند وزيت نخيل اللي هو البالم اويل، وبتحط عليه بقى لحمه او فراخ او وعظيمه رهيبه. ما حاولتش تنقلها مصر؟ بيزنس ولا حاجه ولا تنقلها ولا كده؟ ما حاولتش. بس انت بتحبها؟ انا بحبها جدا. ايه اكتر تاني كلمني عن الاكلات اكتر موجوده في سيئة؟ في عندنا حاجه اسمها بلانتين. بلانتين دي حاجه شبه هي موز بري، بس ده المفروض بيتاكل وهو اخضر، يعني لو استوى ما ينفعش يتاكل، لازم هو اخضر كده، بيتقطع شرايح صغيره وبيتقلي وبيتاكل سواء مثلا مع رز وسمك، او ممكن احنا كنا بناكله مع نوتيلا مثلا. ده بجد والله؟ نهار ابيض. فانت ممكن تجربها تجيب موز يكون لسه مش مستوي، موز اللي هو الاخضر وتقطعه سلايس صغيره كده وتقليه وتاكله مع اي حاجه، ويبقى عظيم جدا. جربته برضه. طب ادم لما انت كلمتني على فكره ان ساعات بتشارك مع الجاليه بتاعت سيرون في حاجات او بتديهم نصائح للتعامل في مصر، بتشوف ايه الحاجات اللي هم مثلا ممكن يتفاعلوا فيها اكتر مع المجتمع المصري؟ ايه الحاجات اللي هم مش بقولك تديهم نصايح، انا بتكلم على اقتراحات، ايه الحاجات اللي هم لازم يركزوا فيها اكتر؟ انت عندك خبره كبيره جدا بتعيش مصر بقالك فتره. والله يتعاملوا مع الناس عادي، يعني الناس في مصر يعني بقت بتسافر كتير وبتشوف ناس من جنسيات كتير، فالناس بتيجي مصر بس الاول خايفه، مش عارفين هم هيتعاملوا ازاي، مش عارفين. لا ما يخافوش، يعني يتعاملوا مع الناس عادي جدا وهيعملوا اصحاب. وليه في مصر بيتقال حاجه انا مش موافق عليها، بس بيقول لك ان احنا ممكن يبقى شعب عندنا عنصريه تجاه مش عارفه دول ايه، وعندنا عنصريه تجاه دول ايه، وبنتريق على ايه، وناس تانية بتتريق علينا ايه؟ انت تعتبر مصري، هل بتشوف ده ولا ده في اجيال قديمه ولا ده في صوره ذهنيه غلط؟ لا هو ده موجود في كل الجنسيات. بيرجع ل انا بتفق معاك جدا، بيرجع لكل الجنسيات سواء باختلاف مستويات التعليم، سواء تعليم عالي او تعليم اقل شويه. الكلام ده موجود في كل الدنيا، يعني ممكن تبص تلاقي بلد متطوره جدا وفيها عنصريه، نسبه العنصريه فيها عاليه جدا، فهي ما بترتبطش ببلد معينه، هي بترتبط بثقافه، بترتبط بتعليم، بترتبط بحد، يعني تعليم كحد عنده ثقافه التعامل مع الاخر، ان هو حد سافر، حد قابل ناس من دول كتير، التربيه في البيت ازاي. مفيش مواد رحمن، مفيش ناس في الشارع بتوزع اكل في سيراليون مثلا كده ولا؟ مش عارف الحاجه، مش عارف، ما شفتش ده. لا لكن قصدي لما بتسمع. لا لما بسمع في ناس بتعمل خير كتير، يعني سيراليون من فتره طويله كان فيها حرب اهليه، فده ادى ان ناس كتير سابت البلد وسافرت عاشوا في دول اوروبيه. الناس دي لما بترجع البلد بيبقوا عايزين يعملوا حاجه للبلد، فبيبتدوا ان هم يساعدوا الناس اللي حواليهم سواء بتعليم سواء باكل سواء بسكن. فلا في ناس كتير بتعمل خير هناك. التوقيتات هناك عامله ازاي اليوم اللي فيه رمضان ده؟ المغرب يعني بيبدا بدري ولا متاخر؟ لا هو ولا الفرق بين سيراليون ومصر ساعه في التوقيت، فالفرق مش طويل، ممكن اليوم يبقى اطول شويه عشان هي بس اقرب لخط الاستواء، ممكن اليوم يبقى اطول ساعه او ساعتين، بس الفروق مش كبيره. طيب ادم عايزك قبل ما مطلوب منك طلب اسالك سؤال. تمام. عايز اسالك سؤال ليه علاقه بفكرك، هو هل رمضان في القاهره ليه علاقه بالشعب ولا ليه علاقه بالمدينه؟ فاهم قصدي صح؟ لا ليه علاقه بملامح المدينه ولا ليه علاقه بالشعب؟ الناس هي اللي بتعمل رمضان فبيبقى هو فعلا باين ان هو مختلف، ولا ملامح المدينه وان هي كبيره وان هي فيها اماكن مختلفه هو اللي بيخلي رمضان مختلف؟ لا الاثنين،
القاهرة مدينة قديمة جدا وفيها ليها تاريخ طويل، فكل مراحل التاريخ دي بتضيف حاجة جديدة في رمضان، زي الفوانيس موجودة من عصور قديمة جدا ولحد دلوقتي موجودة، والشعب برضو يعني. أنا عايز بالسؤال ده اللي أنت ما فهمتوش، وأنا كمان ممكن ما أكونش صرته لك كويس قوي بصراحة، أربط ده باللي احنا كنا فيه، إن رمضان اختلف، ده معناها إن الناس المدينة كمان اختلفت، ما بقتش بس مركزة في وسط البلد ومناطق وسط البلد، بقى فيه تجمع، بقى فيه زايد، بقى فيه حتت بعيدة، فالخروجات كترت، فالأماكن كترت، فبقيت فيه ناس ساكنة بعيد وناس ساكنة بعيد. هذا ممكن نطبقه على فكرة ده مع اختلاف الناس هو اللي أدى إن فوليوم رمضان قل شوية، ممكن نقول حاجة شبه كده. هو ما قلش، هو بس بقى موجود في حتة تانية، يعني بقى التركيز بتاعه موجود في حتة تانية. يعني الأول مثلا من حوالي 15 سنة كان خروجة السحور بتاعتنا في الحسين، كان لازم ألم أصحابي بتوع المدرسة أو بتوع الجامعة ولازم يوم نروح نتسحر في الحسين، ده ما بقاش موجود، بقت الخروجات في مول أو في كورت يارد مثلا أو فود كورت في أي مكان، ما بقاش الموضوع إن إحنا لا لازم نروح في حداثة سنة. بالظبط، عشان احنا بنروح شارع المعز او القاهره القديمه فيها رمضان. عاده ادم بعد ما بيخلص الانترفيو زي ما احنا بنخلص كده، بطلب من الضيف اللي معايا ان هو عشان هو يعني لسه جديد في مصر وفي رمضان وكده، فيسال المصريين اسئله عن هما بيعملوا ده في رمضان ليه. بس طبعا بالنسبه لك انت مش هتعمل كده، بس هيبدا تقدر انت ممكن تسال لو عايز طبعا، او ممكن توجه زي ستيتمنت او توجه حاجه للمصريين في رمضان ان هما هيتفاعلوا معاها وتبقى رساله منك. في حاجة مش بفهمها في رمضان، لما حد يقول لحد ما تخلينيش أفطر عليك، الجملة دي مستفزة، يا ريت الناس تبطل تستعملها كتير. والحاجة التانية مش لازم إن احنا نتخانق قبل الفطار في الزحمة، يعني ممكن نبقى في الزحمة ونستحمل بعض.